بابتسامته وعينيه اللتين تقولان الكثير رغم الرحيل المؤلم، يعود الشاب التنويري الشهيد المغدور أمجد عبد الرحمن إلى واجهة أحداث المدينة التي سعى إلى ريادتها المدنية. أمجد حزني الذي لا ينتهي ولن ينتهي. أمجد شهيد الحرية وثقافة التنوير والتسامح والقبول بالآخر. كان يرى أمجد أن الحرية هي جزء لا يتجزا، الحرية الفكرية جزء لا يتجزا من الحقوق والحرية العامة ومن حقوق الإنسان. وحق التعبير عن الفكر، طبعا الفكر لا يعبر عنه الا بوسائل سلميه، بالنشر، بالقول، بالمحاضره، في الكتاب، بالموسيقى، في المسرح. يعني الاراء لا تعبر عنها الا بالوسائل السلميه. قلت لا، كان لا يؤمن بالعنف. الأربعينية التي حضرها محبو أمجد عبد الرحمن وثلة من ناشطي المدينة لم تكن جنائزية، بل توائمت مع روح الشهيد المحب للحياة والفن رغم أنف القتلة الظلاميين. الرصاصة التي وجهت إلى رأس الشهيد هي أرادت أن تقتل الفكرة، أرادت أن تقتل المجتمع المدني، أرادت أن تقتل الصوت، أرادت أن تقتل الحرية. نحن نقول في هذه الفعالية بأننا كلنا أمجد سنمضي ولا نخشى صوت الرصاص. كلماتنا أقوى من الرصاصات والبارود الذي يحملها هؤلاء القتلة والمجرمين، ونقول لن نسكت. اليوم الفعالية من خلال الفعالية كان أنبثق من الفعالية طبعا لجنة، وسننضم إليها جميعا المطالبة بحق الشهيد. وتظل غصة الحزن، فما زالت فصول القضية مفتوحة والمطالبات بالانتصار لدم الشهيد موجهة إلى السلطات والقضاء ومختلف الجهات المحلية والدولية. لن نصمت على كل هذه الجرائم بالتأكيد، نرفع الصوت عاليا نعم، لأنه هؤلاء هم مسؤولين عن أمن واستقرار المواطن والمدينة أيضا. الشهيد أمجد عبد الرحمن من مواليد عام 1994، ورغم حداثة سنه إلا أنه شارك في ثورة 2011 ثم صار من طلائع الحراك الجنوبي، ويعد نشاطه الثقافي والنادي الذي أسسه من أبرز دوافع قاتليه، وهو الحقوقي الذي من المزمع أن يتخرج هذا العام. لم تعرف عدم الاغتيال من أجل الرأي، هذه أعتقدها الحالة الأولى التي تعرفها هذه المدينة في ظل هذه الأوضاع المستجدة، وباسم الدين للأسف، وباسم الدين للأسف مرة أخرى، لأن الدين لا يعرف القتل، بل إن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول إن هدم البيت ولا كسر النفس ما بالك بقتل النفس، فهذه قوى ظلامية لا تعيش إلا من أجل الظلام. وسواء قبض على قتلة الشهيد أو لا ذو حين بالفرار والخذلان، أصبح أمجد أيقونة لشباب هذا الجيل الحالم بحرية تنتصر لكل قيم الحياة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.